متعرف بحضرتك؟ كرولوس كمال ترى بيه ابن خالته. بقال الله مبدئيا، وقولنا انتوا ازاي تلقيتوا الخبر وايه اللي حصل؟ هو كان شغال لغايه الساعه 11 بالليل، وتلقينا الخبر الساعه 4 الفجر، واحنا بنطلب وزاره الداخليه عشان دوت راجل يعني بيجي عليهم بتعيشه وحياتهم كلها وقت. بس مش عايزين حاجه تاني، احنا مش عايزين غير حق، مش عايزين اي حاجه تاني. انت لما شفتوه ايه اللي حصل؟ ما شوف، احنا شفنا ذبيحه قدامنا، ذبيحه قدامنا. يعني انت شفت في طعنات فين طيب؟ الطعنات كانت عشان ايده مقطوعه، وفي واحده تحت صدره، وخمسه سته في ظهره. السيد كم سنه؟ بتاع 35 30. متجوز؟ لا، كان لسه خاطب، كان هيتجوز. خاطب اسماعيليه يعني؟ خاطب اسماعيليه. عنده اخوات قد ايه؟ في اخ واحد. شغال ايه؟ شغال سواق تاكسي. طيب السيد، يعني لما حصل الحادثه ديت توقعاتكم ايه اللي حصل يعني؟ توقعنا ان هو ملوش اعداء مع اي حد، ملوش اعداء مع اي حد. لو احنا ليه اعداء هنقول، لكن هو ملوش اعداء. كلمنا يعني، انت نفسك في ايه او طالبه بايه بقى؟ انا بطالب الحكومه ان هي تجيب حق الواد، ان هو كان كفيل امه وبيصرف على امه وبيصرف على البيت، والبيت كله وقف. بس هو ملوش خلافات مع اي حد، ولا ليه اعداء مع اي حد، ولسه ما اتجوزش ولا اي حاجه. واحنا بنشطر في شقته وكل حاجه. يعني هو كان خاطب، وكان خاطب وما حصلش نصيب، وكان هيتجوز يعني. شقته جاهزه اهي. بس يعني هو اعتبر عليك لسه برضه، ولا اتجوز ولا دخلش دنيا ولا حاجه. امه منهاره جوه بتموت، وانتوا شوفوا، خشوا شوفوا الحاله جوه عامله ايه. كلمنا عن السيد بقى. سيد راجل غلبان وبحاله، من شغله البيت، ولا بيشرب اي حاجه. واسالوا اي حد، اسالوا اي حد يعجبه. بس احنا راضيين بقى الجيران اللي حوالينا، بس مش عاوزين حاجه تاني، احنا عاوزين حق. التاكسي كان عربيته؟ لا، شغال عليها. شغال على التاكسي. ربنا يصبركم يا رب ويديك حق ان شاء الله. تعرف بيك؟ سامح كمال ابن خالد السيد المتوفي. كان انسان كويس، ملاك ماشي على الارض، مش واكل عيشه يعني، وعريس مشطب شقته، وبيدور على عروسه بنت الحلال ومش لاقي، والراجل سواق تاكس ومفيش حاجه، ولا ليه اعداء، واحنا غلابه فاعله كلنا مع بعض. اتكلمنا عن السيد. وكان السيد غلبان صدقني، ملاك ماشي على الارض يعني، صدقني ممكن لو قلت اروح معايا واجب يتكسر. بريء بجد، مش بيتكلم كده عشان هو قريبي وعشان حادثه حصلت، لا هو صدقني كده. واسال الناس كلها، واسال الجيران، واسال الشارع، واسال اي حد انت عايز تساله، اتفضل اسال، ما عندناش مشاكل. وامه حضرتك بتموت جوه، هو اللي بيعلم، هو اللي بيجيب لها العلاج. امه ما اقدرش بتقدرش تخش الحمام، هو اللي بيدخلها يعني، هي اعتبر اللي ماتت مش هو. وده شاب يعني عريس، واحنا عايزين حقه مش اكتر من كده، بس مش عايزين اي حاجه تاني. بقول لك لو واجب يتكسف يروح معاك، هو في براءه فيه مش اكتر. بقاله قد ايه سواهم؟ بقاله اكتر من 5 6 سنين، من زمان يعني، او اكتر كمان. الله يرحمه. وقال لي يا حبيبي تعالى لي يا ابني، تعالى لي يا ابني، تعالى لي يا شباب، سنة وامشي يا ابني، تعالى لي يا شباب، سنة وامشي يا ابني، تعالى لي يا شباب، سنة وامشي يا ابني. ليه يا ابني؟ احنا عملنا ايه يا ابني؟ عملنا ما عايزين حد يا ابني، يا ابراهيم، يا ابراهيم، يا ابراهيم، انت جبت انا وانت يا ابراهيم، انت جبت انا وانت يا ابراهيم، انت جبت انا وانت يا ابراهيم.